اكيد حسني مبارك، وانا ما جيت الموقع هذا الا لاني متضامن مع الناس اللي واقفه هنا، فانا حاسس انه في فارق كبير بين الرئيس حسني والرئيس الحالي اللي هو مرسي، ففي فرق يعني شاسع صراحه. الفارق احس انه كان زمان يعني ايام حسني مبارك كان في امن وامان واستقرار في البلد، والسياحة كانت يعني من جميع الخليج العربي كانوا يجون مصر، أول بلد يفكروا فيها يجونها مصر لأن فيها أمن وأمان وكل حاجة. والآن أيام مرسي الأمن راح. أنا وليد من مصر، جيت طبعا مع صديقي فيصل من السعودية عشان نشارك يعني مع الناس في الواقع دي، لأن اللي احنا شايفينه ده ظلم، يعني ظلم عدى الحدود اللي ممكن يتحملها بشر بصراحة. يعني اللي حصل في خلال الفترة الصغيرة اللي مسكها مرسي زي ما بيقولوا من أخطاء ما يقدرش يتحملها الشعب، اقتصادنا وقع، سياحة زي ما انت سمعت من شوية صديقي بيقول ما في سياحة، كل حاجة نهار، وفي الآخر مش عاجبهم يعني اللي بيحصل، إن احنا جايين نقف نتضامن مع الرئيس مبارك. وأنا شايف إن هم مهما حبوا يعملوا مهما يحبوا يوصلوا سواء كان مرسي أو المرشد أو غيره أو أنصارهم مش هيعرفوا يحققوا 1% من إنجازات مبارك. شهد عليه 6 اكتوبر، شهد عليه 6